أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيلم اليوم. حلقة النهاردة حزينة جدا جدا. حلقة النهاردة عنوانها مصر بتتحرق. مين اللي بيحرق مصر؟ كلنا عارفين. أسباب حرق مصر كلنا فاهمين. لكن إن المسلسل ده يستمر لمدة عام ويخش في عام جديد، أتصور إن ده كتير أوي أوي على مصر. انعدام الأمن في مصر ده عنوان معظم الصحف العالمية في أوروبا وأمريكا وكندا اللي طالعة بعد ساعات. انعدام الأمن مصر. الجارديان تضيف سطر واحد بتقول إن كل شيء في مصر لم يعد آمن إلا شيء واحد، أمن الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله ونظامه. الوحيد اللي آمن في قعدته ونومته هو حسني مبارك والعسكر اللي بيأمنوله هذه الحياة، بينما المصريين لا في أمن في الشارع ولا في أمن في الماتشات ولا في أمن في المظاهرات ولا في أمن في البنوك ولا في أمن للمحلات ولا في أمن للبيوت ولا في أمن للعزل اللي في العمرية ولا اللي في حلوان ولا اللي في القاهرة الجديدة ولا اللي في بورسعيد. عايشين انعدام الأمن، مش انفلات الأمن. انفلات الأمن دي كلمة كنا بنقولها من سنة فاتت. النهاردة زي ما حضراتكم تابعتم احنا جايبين أشياء لأول مرة هتتقال على قناة الفضائية والسات من قلب موقع الحدث بورسعيد. مصر النهاردة فقدت أكثر من 100 قتيل مصري. لما تسألني في القناة الفضائية القبطية قبط السات أقول لك مصر خسرت وفقدت وحزينة على 100 شهيد مصر. ما قلناش دي ايه، ما قلناش اتجاهه الفكري ايه، ما قلناش ميوله السياسيه ايه، ما قلناش ده اهلاوي ولا بورسعيدي ولا زملكاوي ولا صعيدي. ده مصر يا ناس، مصري بيتقتل وبايد المصري. مش في حرب مع عدو، فرقتين للكوره بيلعبوا، الفريق اللي انهزم هو اللي جماهير الفريق اللي انهزم هي اللي اتقتل منها اكبر عدد، هي اللي اتضربت. يا ترى ده سبب ايه؟ يا ترى مين اللي وراء هذا المخطط؟ اكثر من 1300 مصاب عربيات الاسعاف مش بتشيل مصابين غرف اللاعبين في مصر. أهلي والمصري لعب النهاردة في بورسعيد تحولت إلى مشارح للمشجعين، غرف اللاعبين تحولت إلى مشارح الجماهير والإداريين. مغنى قتل، 3 مخبرين قتلوا، فوق عن 30 واحد اللي هم دعوة بالكرة خالص، مجرد انهم تطوعوا ان هيقعدوا ما بين جماهير النادي الاهلي والنادي المصري، لا بيشجعوا ولا ليهم دعوة. النهارده مجزرة بنسميها موقعة
بورسعيد، لأنها في نفس التوقيت اللي حصلت منذ عام حصل موقعة الجمل، النهارده موقعة بورسعيد. موقعة بورسعيد اللي ترتب عليها النهارده محكم حسني مبارك، سجن حسني مبارك ورجاله. موقعة الجمل تشبه موقعة بورسعيد. هل سيأتي 11 فبراير جديد على مصر؟ في 11 فبراير بعد موقعة الجمل اللي كانت في مثل هذا اليوم أسقط نظام مبارك. نتوقع أن 11 فبراير 2012 سيسقط الحكم. اللي حصل كتير، اللي حصل كان مخطط ليه من قلب بورسعيد ومن قلب أهالي بورسعيد، إن الأهل اللي هيكسب بالضرورة فحتصور جماهير بورسعيد ضد جماهير الأهلي. اللي حصل العكس، إن المخطط الغبي لكن تنفيذه كان أغبى منه، لأن الأهلي ما كسبش، الأهلي اللي خسر. وبرغم هذا الطلب، هو إحنا لازم يبقى فيه يا أهلي زمالك يا مصري يا إسماعيلي يا مسيحي يا مسلم، علشان ننفذ مخطط فتنة بتاعتنا ليه؟ ولصالح مين؟ العسكر عايز يقعد، مش هتقعد بس المصري ابدا ابدا. الاخوان عايزين يقعدوا. النهارده الجماهير بتقول مصر عايزه برلمان، مصر عايزه برلمان. حصل انعدام الامن في مصر، مش فوضى، مش انفلات، مش تدهور، انعدام كامل. احنا معانا وقائع كتير هنعرضها، لكن قبل ما نطلع فاصل ونعود بفكر حضراتكم، شاركتكم النهارده معانا اساسيه ان مصر بتحب اخواتنا. قدام حضراتكم الشكل الآن في أمريكا أكبر باقة قنوات فضائية عربية، ديش نتورك، تقدم Early Kaleed Super Pack وأفضل القنوات والبرامج العربية لجميع أفراد العائلة. استمتع بمشاهدة التحرير، الحياة واحد، الجزيرة، اليوم وغيرها ب $44.99 في الشهر. Early Kaleed Super Pack تحتوي على كل ما تبحث عنه في عالم الترفيه التلفزيوني. للاشتراك اتصل اليوم ب International Satellite and Surveillance جورج اسكندر 800-300-0949. وأيضا لدينا خدمة تركيب الدش للقنوات المسيحية. استمتعوا معنا بالقنوات المسيحية بمبلغ $169 فقط بالإضافة لمصاريف الشحن. للاشتراك اتصل اليوم بـ International Satellite and Surveillance جورج اسكندر 800-300-0949. سألت نفسك قبل كده ليه طعم المية اللي بنشربها مختلفة؟ Have you ever wondered why your drinking water tastes so bad today? طب عارف مدى الضرر بتاعها؟ More than ever, consumers today are very concerned about the quality of their drinking water. With all the contaminants being put out in the reports today, such as lead, arsenic, and even residual pharmaceuticals, our drinking water is not fit to drink. We have the solution for your drinking water problems. دلوقتي بس عندنا الحل. Have you thought about using a filter? فكرت قبل كده تستخدم فلتر للمية في البيت؟ The best system out there is called reverse osmosis water purification. It removes over 98% of most contaminants found in fresh water.
تخلصك من 98% من تلوث المياه. We have a system here that's a 5-stage reverse osmosis water purification system. تنقية المياه بأفضل وأجود المواد الطبيعية المتعارف عليها دولياً. This system comes complete with the tank, the faucet, instructions, and it can be installed by any plumber or handyman. Very easy, uses no electricity, very low maintenance product. It is made right in the United States, right in Southern California. مصنع في كاليفورنيا. Many consumers are wanting to buy US-made products today. Start today by filtering your own water at home. للحصول على هذا الفلتر، اتصل على 714-906-9019. السعر الآن $249 بدلاً من $269، سعر خاص ولفترة محدودة. لما نبدأ أولى فقراتنا مع حضراتكم معانا تليفون. أيوة أستاذ طارق. أيوة أستاذ طارق معانا. أيوة أنا من الحلقة اللي فاتت كان ليا تعليق، كنت بتكلم على حضرتك. معلش يا أستاذ طارق، إحنا النهاردة بنتكلم في موضوع النهاردة لو سمحت. ممكن الموضوع أنا ما قلتش حاجة، الموضوع أصل مستمر حضرتك لو تفتكر انك انت لما اتكلمت في المرتين سألتني في المرتين ايه اللي مفروض نعمله. وهو ده النقطة اللي انا عايز اوصل لها، ايه اللي نعمله، لان احنا عمالين نتكلم بنتكلم وناس بتشرح اراء وتعرض اراء، وفي النهاية الاراء حتى لما بتتناقش بطريقة بحيث ان احنا نأبروف الرأي ده ونقول ده رأي كويس ننفذه او لا، والناس بتتكلم وخلاص. فهو ده السبب ان انا بحاول اتكلم مع حضرتك النهارده. فلو تسمح لي انا يمكن دي تكون اخر مره لو اتكلم معاك. حضرتك قول اللي انت عايزه، بس ارجوك احنا في حلقه الاحداث بتاعه النهارده، اصل هي مش حلقه تنظيريه النهارده، يعني في حدث جلل حصل في مصر النهارده. حضرتك هنتكلم في الحدث دون. اهلا وسهلا بكلامك. انا متفق مع حضرتك. أنا طبعاً التعليق واضح، أو يعني مش هيختلف. القضية قضية مستمرة، قضية الفوضى زي ما حضرتك قلت، ما أناش عايز أكرر نفس الكلام، بس ليا كلمة صغيرة أقدر أضيفها. أنا باستمرار ببص للقضية، مش قضية مسيحيين في مصر، هي قضية المصريين كلها. فاللي بيحصل ده سواء كان للمسيحيين أو الفوضى أو القتل، اللي بيحصل ده هي قضية مصر كلها، وهو ده الاتجاه المفروض ناخده. والحل لو تسألني بقى إيه الحل لهذا الكلام، هو ده اللي أنا لو تسمح لنا أتكلم، لكن عايز تتكلم بخصوصيات الموضوع أنا في أمرك. تفضل، إحنا سامعين. طيب انا عايز اقول ان القضيه واضحه، وان ان احنا ايه اللي نعمله عشان نوقف كل هذه الفوضى والحاجات اللي بتحصل دي. ببساطه انا من رايي ان القناه تاخد الخطوه الايجابيه الاولى، وهي انها تضع الدستور. في علماء ومتخصصين في وضع الدستور، يحطوا الدستور اللي يضمن الحياه المستقره لمصر. بيضمن هذا الدستور حرية الدين، حرية التفكير، حرية التعبير، ومن أهم الحاجات اللي ظهرت حديثا حرية المعلومات. يعني الناس اللي لها بتروح على الانترنت تشوف حاجة، أو اللي بيعرض رأيه على الانترنت، ما يبقاش في أي حجر على هذا الرأي أو هذا الاطلاع. فالدستور يكون هو الخطوة الأولى، هيخلق لنا الجو اللي نقدر نناقش فيه ونتكلم بحرية. ما نستناش لما مجلس الشعب يقوم حاطط منقي لجنة عرجاء تحط دستور على مزاجها، ونبتدي احنا نقعد نناقشه ونعرضه ونقول دي نقبلها ودي ما نقبلهاش ونضيع مجهودنا. النهاردة عندنا امكانيات زي دي ننفذها. ادي من الحلول اللي انا بتكلم وداخل مخصوص مع حضرتك عشان اتكلم عليها. يا استاذ طارق، حضرتك طارق
ان احنا نتوافق على الدستور اولا. انا قادر افهم كده حضرتك عايز تقول ايه بالنسبه للدستور؟ نعم. انا بسال حضرتك هل بتقصد عايز اقول ايه على الدستور؟ حضرتك عايز الدستور اولا. يعني انا وضحت بالنسبه للدستور الدستور ينص مثلا على ان ميزانيات الجهات والمؤسسات الحكوميه كلها تكون افيلبل، تكون متوفره لاي فرد من الشعب يمسكها يفحصها يتاكد منها، مرتبات موظفين الحكومه، حاجات زي هيئه البترول، قناه السويس، الحاجات دي ميزانياتها لازم تكون public information، اي حد يقدر يبص عليها. ومن النقط المهمه اللي ظهرت اللي هي ان اي فرد من القوات المسلحه لا يجوز له انه يشتغل في السياسه الا بعد مرور فتره محدده ولتكن 7 سنين، عشان الاعضاء بتوع المجالس العسكريه وما يكونوش جبهه او يكونوا شله بحيث ان واحد منهم في النهايه يمسك الحكم. فهو دي حاجات بدائية بنطلبها في الدستور. يوم هذا الدستور يتحط نقدر نتكلم بعد كده ونقدر نحدد خطواتنا. فمرة ثانية مستوربة فكرتك، وصلت. شكرا لمداخلتك. معانا تليفون تاني. الو الو، ايوه، مين معانا؟ الو، اهلا وسهلا، مين؟ الو، يا ابن الخط، معانا مين على التليفون؟ الو، الو، يا ريت حضرتك توطي بس التلفزيون عشان نسمعك، ممكن؟ الو، يا ريت حضرتك توطي بس التلفزيون عشان نسمعك، ممكن؟ الو، دكتور عصام، مساء الخير. مساء الخير. دلوقتي بورسعيد طول عمرها عنيفة في مباريات الكرة، ولكن لم يصل العنف في يوم من الأيام إلى القتل. نربط هذه الحادثة بالذات إلى حوادث أخرى. امبارح على سبيل المثال الحصر، واحد راكب عربية اختلف مع واحد، احتك بواحد، طلع مسدس وضربه ببساطة. في قرية النهضة في الشرقية، مسلمين اختلفوا مع المسلمين، قتلوا بعض، راح معلقوا على شجرة وهو مأكول. في الاسكندرية اختلفوا مع بعض، بنت ولا ولد، وبكسروا وبهدلوا إلى آخره. أنا أحمل المجلس العسكري تبع كل هذا العنف وهذه الجرائم. ليه؟ أولا المجلس العسكري لما جاء خدع الناس، جاء لا لشيء إلا أن ينفذ رغبته هو في عدم التوريث، ولما نفذت رغبته رجع احتراما وإجلالا ووفاء للريس المخلوع في كل تصرفاته. فكانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة الفوضى الشاملة، كانت النتيجة الاعتداء، ده يعتدي على ده وده يضرب ده وده يعمل ده. ما معنى كل هذا العنف؟ استاذ كده العارفين، النفوس اصبحت مضطربة، حاقدة على المجتمع، حاقدة على النظام،
حاقدة على الحقد، حاقدة على العنف، والعنف زي ما احنا عارفين بيولد عنف. في خلال هذه السنة كان ممكن كانت الأرض خصبة، وممكن للمجلس العسكري أن يجعل من مصر دولة أحسن من كده مفيش. ولكن بدل ما يعمل كده المجلس العسكري عمل إيه؟ دعم وأجد وبارك العدوان على المسيحيين، دعم وبارك الاعتداء عليهم وعلى كنائسهم إلى آخره. وبعدين لما حصل اللي حصل في ماسبيرو والعالم كله ضد، قال لك لا ده انا لازم اثبت ان انا مش قصدي المسيحيين، ده لازم كله ياخد كده. وابتدى يتبع فريق يا استاذ حنا، بعد اذنك يا استاذ حنا، يا استاذ حنا بعد اذنك انا عايز اوصل لك شيء حصل النهارده. استضافوا العالم الكبير الدكتور محمد غنيم. الدكتور محمد غنيم النهارده قال الآتي: هيبة الدولة ضاعت يوم فرطت في محاكمة مجرمي كنيسة صول بأطفيح، وهو بيحدد التاريخ في مارس. بيقول منذ مارس 2011 فرط المجلس العسكري في هيبة مصر، ويجب أن يحاكم منذ ذلك التاريخ. لماذا؟ حتى اليوم لم يقدم مجرم واحد أو إرهابي واحد قام بهدم كنيسة صول بأطفيح، بل تم جلسة عرفية وذهب الشيخ محمد حسان واجتمع مع الإخوان ومع كبراء القرية واتفق على أن لن يسلم المجرمين والإرهابيين إلى العدالة في نظير إعادة بناء الكنيسة. عند هذه النقطة ضاعت هيبة الدولة، وده كلام العالم الجليل أبو الكلى في مصر اللي اخترع وابتكر أهم مستشفى لعلاج الفشل الكلوي في الشرق الأوسط في مصر، الدكتور محمد غنيم. الدكتور محمد غنيم بينبهنا لشيء تاني، بيقول اللي حصل النهاردة في بورسعيد هو تحصيل حاصل، واللي هيحصل بكرة في كل محافظات مصر هو تحصيل حاصل، لأن المجلس العسكري الحاكم مش بس هو المسؤول ولا بس هو اللي وراء هذه الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها، وأولها إضاعة هيبة مصر وانعدام الأمن في مصر، وهو الذي يملك العتاد والسلاح والجيش الذي يستطيع أن يحمي الداخل والخارج، وإلا لماذا يصر على الجلوس حتى الآن؟ أفشل مرحلة انتقالية في تاريخ مصر. أستاذ حنة، اليوم فقط تم التحقيق مع المسؤولين عن مجزرة ماسبيرو، ولو يتذكر السادة المشاهدين مجزرة ماسبيرو اللي تمت تحت مبنى التلفزيون المصري، واللي راح فيها شباب قبطي من أجمل وأطهر ما انجبت مصر، ومنهم الشاب مينا دانيال، وجثث الأقباط كانت بتلقى قبل الفجر في نيل مصر، وتيجي عربيات المطافي علشان تغسل الشوارع المحيط لمبنى التلفزيون لإخفاء معالم الجريمة التي لم يستدل فيها ولم يقدم إلى المحاكمة قاتل واحد. ماتوا هؤلاء الشهداء الأقباط أحسن بالمدرعات وعن طريق رصاص القناصة من فوق مبنى التلفزيون وفي مواجهتهم.
أكثر من 33 شاب قتل واستشهد في مجزرة مسبيرو. مجزرة مسبيرو اليوم فقط يعني إبراء للذمة. المجلس العسكري الحاكم اتحقق مع اثنين، واحد هو رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون والثاني هو رئيس التحرير في التلفزيون قناة النيل للأخبار، إبراهيم الصياد وعبد العزيز الحلف، والاثنين خرجوا بكفالة، الأول ب10,000 جنيه اللي هو إبراهيم الصياد، والحلو ب5,000، يعني مش اتحفظوا عليهم، لا، دول حققوا معاهم وأفرجوا عنهم بكفالة، لأن هم دول المسؤولين عن قتل الأقباط. لماذا؟ لأنهم حرضوا وقالوا كذبا التلفزيون المصري الكاذب إن الجيش بيقتل من الأقباط، فالمتظاهرين الأقباط العزل اللي طالعين بستاتهم وأطفالهم جايين من شبرا سيرا على الأقدام ومكشوفين أمام العالم ييجوا تحت التلفزيون ويتدهسوا ويضربهم ويتسحلوا، في الآخر تطلع إن دي مدرعة اتسرقت، واحد لبس الجيش وهو اللي عمل كده، وإن دول قناصة، وإن دول قلة مندسة اللي عملت في اللقباط كده، وإن دول مدنيين مجهولين. خدوا بالكم من التقارير اللي اتشكلت لجنه لتقصي الحقائق، للاسف منهم ناس انا اعرفهم شخصيا للاسف الشديد يوافقوا على الصيغه اللي ملها لهم العسكر ان اللي قتل الاقباط مدنيين مجهولين. يعني العسكريين لا، ابعدوا الشبهه تماما عن العسكر اللي هم اساسا قتلوا الاقباط. النهارده بالتحديد أفرج كفالة عن المسؤولين في التلفزيون اثنين. طيب يعني إذا اللقباط ما قتلوش حد لأن هم اللي اتقتلوا اثنين، طب مين اللي قتلهم؟ إذا كان رئيس تحرير قناة النيل للأخبار ورئيس القناة هم اللي وزعوا اللقباط وقالوا للناس انزلوا الحقوا، والمذيعة رشا مجدي تقمصت دور البطلة اللي قلبها على بلدها وحرت ضد الأقباط ضد المواطنين العزل، الحقوا يا مصريين الجيش المصري بيتضرب وبيتسحب، مات منه ثلاثة، الحقوا يا مصريين الأقباط بيهجموا على الجيش الذي يملك العتاد والسلاح وهم عزل. تخيل يا عزيزي المشاهد يا عزيزتي إن واحد أعزل مسك مراته وابنه أو بنته الصغيرة ورايح يموت العسكري اللي فوق مدرعة وفوق دبابة ومعاه رشاش ومعاه رصاص وآلي، كلام لا يصدق العقل. ومع هذا قبل ما يتحكموا الاثنين اللي هو رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد ويطلع بالكفالة والحين رئيس التحرير يطلع بكفالة، تم إحالة اللواء إسماعيل عثمان منذ 48 ساعة إلى التقاعد. من هو اللواء إبراهيم إسماعيل عثمان؟ اللواء إسماعيل عثمان هو من ألقى البيان العسكري الأول. اللواء إسماعيل عثمان هو المسؤول عن الشؤون المعنوية في المجلس الحاكم. اللواء اسماعيل عثمان تم احاله للتقاعد لانه المسؤول الاول الذي ابلغ اداره التلفزيون واملى عليها ما تقول او تذيعه رشا مجدي في عهد وزير الاعلام اسامه هيك. للاسف الشديد النهارده بس اول حقوق لقباط يجي حتى لو ما كملوهوش، انه اتعرف ان دول هم اللي بلغوا الكلام الخاطئ اللي كان يخجل منه جوبز في زمن النازي
أيام الحرب العالمية أن يقولوا لوسائل الإعلام، لكن لا حياء. مذيعين في قناة النيل للأخبار ومذيعات قدموا استقالتهم لينقلوا المقتل بهذا الكذب. وظيفة الإعلام هي الصدق والشفافية. عشان كده بتلاقي الناس تقعد قدام قناة معينة، تلاقي الناس تقعد قدام مذيع أو مذيعة معينة لأنه ما يقولش غير السر. وإذا تملى عليه كلام فيه كذب لازم يراجعه الأول لأنه هو مسؤول. الآن الناس كلها بتتكلم عن رشا مجدي، بتتكلم عن عهد وزير الإعلام أسامة هيكل، وبتتكلم عن حقوق الأطفال اللي بدأت تظهر قدام الناس إن الإعلام كان مضطر. طب النهاردة في بورسعيد مين اللي وزز جماهير المصر الكسبانة إنها تعتدي على جماهير الأهل المغلوبة 3-1؟ عايزين تعرفوا حضراتكم ليه؟ لأن جماهير الأهل الخاص دول اللي حموا الثورة والثوار، وفي طار بايت جماهير الأهل في المجلس العسكري وكلهم مصريين. من قلب بورسعيد قيل ان رفعت لافتات مكتوب عليها وسط جماهير الاهلي بلدي الباله مش رجاله، بلدي الباله اللي هي بورسعيد مش رجاله، يعني بيطعنوا بصراحه. طب الله عليكم، انا رايح اشجع في بورسعيد وانا جمهور اهلاوي وببقى عايز اروح لبيتي بسلام وانا كسبان او متعاد، اروح ارفع شعار استفز بيه اهل بورسعيد واهل المصري واطعنه في شرف، وانا رايح انتحر وانا رايح اموت؟ دي اولها. ثانيها، من قلب جماهير بورسعيد مشجعي المصري قالوا اتفتحت لنا من الامن البوابات وقالوا لنا لو ما طلعتوش كذا تبقوا انتوا مش رجاله. جماهير الاهل بتهرب شويه وقالوا لفظ خارج اخجل ان انا في الاعلام. يعني الامن هو اللي وزع جماهير بورسعيد. طب مين اللي مسك اللافتات؟ لا ده كتير. لما تسمع وتشوف ايه اللي حصل في المدرجات وايه الهتافات اللي تم والنية كانت مبيتة على ايه والتخطيط على ايه، هنطلع فاصل نرجع تاني نكمل علشان هنقول تفاصيل لأول مرة أعزائنا المشاهدين هنعرفها في التفاصيل. فاصل ونعود. مشاهدين، يسر كوبتكسات تي في أن تعلن عن افتتاح مكتبها الجديد باسم المركز القبطي للخدمات الاجتماعية، كوبتك سوشيال سيرفيس سنتر. بنقدم لهم كل الخدمات، لقينا كتير من الأسئلة محتاجة إجابة كتير ومجهود كبير. سيقوم هذا المكتب باستقبال جميع الراغبين في الحصول على الخدمات التي توفرها لهم الحكومة. فأحسن حاجة إن احنا فكرنا فيها إن احنا نعمل لكم مكتب مخصوص. اتصلوا بينا على الأرقام الموجودة عندكم على الشاشة. سعيد بلقياكم وسعيد بالتحدث معكم وسأراكم قريبا إن شاء الله. كلنا عندنا أحلام وأمنيات جميلة، ومن أكبر أحلامنا دي إننا نمتلك بيت نحقق فيه كل الأمنيات ونقضي فيه أسعد الأوقات. فلا تتردد بالاتصال بنا فتجد كل معونة ممكنة.
اتصل الآن بنا. نحن نقوم بكافة احتياجاتكم من بيع وشراء واستبدال العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والأراضي وكافة أنواع القروض، كما نقوم بتوفير الإيجار والصيانة لاستثماراتكم. معنا أنت في يد أمينة. سهلا بحضراتكم مرة جديدة في هذه الحلقة الحزينة جدا. أنا كنت بتكلم في الفقرة اللي فاتت ردا على سؤال وعلى تعقيب قال الأستاذ حنا حنا حقه أن نكمل، لأن إحنا في حوار مفتوح وفي حاجة إلى أن إحنا نسمع كل الآراء ونأنس بكل ما هو مختلف وكل ما هو. أستاذ حنا حضرتك معايا؟ أستاذ حنا؟ ألو؟ أيوه اتفضل، حضرتك على الهواء. ألو؟ مساء الخير تاني يا دكتور. سامعك. عاوز ألخص الوضع في كلمتين اثنين والمسؤولية في كلمتين اثنين. اتفضل. إباحة الجريمة ثم ارتكاب الجريمة فكانت النتيجة أن انتشرت الجريمة. إذن مجلس العسكري هو مسؤول من الأول للآخر، وأتفق بالكلمتين دول. شكرا. أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة القصيرة الموجزة اللي لخصت حاجات كتير، لكن اسمح لي أضيف بعض المعلومات الجديدة. امبارح فقط وأول امبارح حصل انه جماعه الاخوان المسلمين استخدمت الميليشيات الاخوانيه من شباب الاخوان لحمايه مجلس الشعب من الثغار. حقيقه دي اول مره في تاريخ الممارسات البرلمانيه ان يبقى في فصيل من الشعب يقف ضد فصيل آخر ويشتبك معه وتحدث إصابات دامية بين الثغار وبين شباب الإخوة. حقيقة إن هذا الموقف المؤسف ينذر ببوادر حرب أهلية حقيقية في مصر. يعني يبقى الطرف الثاني حرب الأهلية اللي على الأبواب مع العسكر هم الإخوان. فهيجي حد ويسأل ويقول بس إيه دليلك؟ وإيه اللي خلاك تقول كده؟ ويعني إيه الحرب الأهلية دي ممكن تنتقل من مدينة لمحافظة لكل ربوع مصر ما بين الإخوان والثغار؟ أقول لك. في يوم 5 نوفمبر الماضي سنة 2011 يوم وقفة عيد الأضحى رفع المجلس الوطني وناخد بالنا اللي هو أمن الدولة، الأمن الوطني اللي هو سابقا كان اسمه أمن الدولة، رفع إيه؟ رفع تقرير إلى اللواء منصور العسوي وزير الداخلية آنذاك. التقرير ده من أخطر ما يمكن، وإحنا حصلنا على نسخة منه علشان كلامنا يبقى بالوثائق والمستندات. يقول الآتي، يقول ببساطة يا وزير الداخلية خلي بالك إن في تحركات تقلق الأمن العام وستؤدي إلى حرب أهلية، لأن هناك مراكز للتدريب على أعمال العنف
يقوم بها شباب الإخوان. هم أشاروا إلى تواريخ سبعة، كانوا بيقولوها في السنوات السبعة أيام كانت جماعة الإخوان دي جماعة محظورة، فبيقولوا هو استمرار للنهج بتاعهم اللي حصل في جامعة الأزهر لما استعرضوا قوتهم العسكرية بالأسلحة البيضاء ولعبوا الكاراتيه والكونغ فو إلى آخره. لكن بيشيروا المرات إلى أن معاهم أسلحة فتاكة وهم هيستخدموها في الانتخابات وما بعد الانتخابات. طب الانتخابات مرت بسلام، يبقى ناقص ايه؟ ناقص ما بعد الانتخابات. احنا بنربط بين هذا التقرير الخطير اللي معانا نسخة منه من الامن الوطني اللي رفع للعسوي حط في الادراك، وبين مسؤولية العسكر عن الأمن. النائب الصديق العزيز الدكتور عماد كات الخبير لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بعت لي إيميل قبل الحلقة يقول لي: يا عصام، أنا تقدمت بطلب الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب، وطلبوا فيها باستجواب أنا مقدمه كنائب عن الشعب ضد وزير الدفاع، لأنه هو المسؤول فعليا عن الأمن العام وحدود مصر اللي النهاردة البضائع الإسرائيلية بتهرب عيني عينك في سيناء وتباع عيني عينك، وأقول لكم الأسعار بتاعتها النهاردة. فلما تقدم هذا الطلب اللي هو ملخص استجواب، فراح بص فيه كده الدكتور سعد كتتني وراح مطبقه وبص لعماد وراح حطه فيه. يعني ايه؟ انا بقى كمشاهد عام لازم اسال، ومش الدكتور عماد ده نائب؟ الدكتور عماد ده انتخب ولم يعين. الدكتور عماد ده احد الناشطين الحقوقيين والسياسيين. الدكتور عماد ده راجل حجه في الشؤون السياسيه. ازاي تبص للطلب بتاعه وسط كل الجهلاء وتاخده وتطبقه في ايدك وتروح حاطه في جيبك؟ ده بيدي دلاله خطيره للتواطؤ المسبق ما بين الاغلبيه في مجلس الشعب اللي هو حزب الحريه والعداله الجناح السياسي لجماعه المسلمين وبين العسكر، وبيدي علاقة ما بين البرلمان اللي جوه اللي قاعد والعسكر اللي عاملة لانعدام الأمن اللي بره والميليشيات الإخوانية اللي واقفة ضد ثوار مصر في الخارج. أدي حاجة. الأمر الثاني هو أن الدكتور عماد داخل قبة البرلمان، والكلام ده ما بيطلعش على الشاشات بالمناسبة، ده بتكتب حاجات صق لقناة قبة الساق، محدش قبلنا قالها ولا هيقولها، هما ياخدوها مننا. تقدم مش بشكوى ولكن بصرخه بيقول ان رئيس لجنه التعليم في مجلس الشعب، التعليم اللي هيصيغ عقل الولاد لمده 30 سنه جايه، لما بتحط النهارده خطه للتعليم فانت بتاخد النتيجه بتاعتها مش بعد بكره ولا بعد بعده، لا. فدي لازم اللي يحطها يكون عليه نوع من الاجماع الوطني، نوع من التوافق الوطني. يعني ايه؟ يعني اجيب اليساريين والاقباط والليبراليين والاسلاميين واللي ملوش اي توجه وقعدتهم مع بعض، تعالوا نحط خطة للتعليم. لأن هنا لو أنا اكتفيت بفصيل واحد هو شكل عقلية الشعب المصري، يبقى كل الشعب المصري ده هيروح بسكة واحدة. التوافق ده مسته إيه؟ مسته إن كل واحد من دول اللي أنا ذكرتهم، اليساري الاشتراكي والقبطي المسيحي والمسلم واللي ملوش دين
والراجل العمراني والراجل المستقل، كل الناس دي تتوافق على نوع التعليم، لان في النهايه انا عايز منتج من هذا التعليم. عايز مواطن بثلاث عيون، عايز مواطن ينفع يبقى محلي وعالمي، عايز مواطن يفيد المهارات الفلانيه، عايز مواطن يعرف يتعامل مع تحديات العصر، عايز مواطن يقدر يحل المشكلات الاقليميه والعالميه. صناعه هذا المواطن تبدا من التعليم. طيب ايه رايكم ان الاخوان المسلمين بالاجماع ادوا لجنه التعليم واحد سلفي رئيس لجنه التعليم في برلمان مصر ينتمي الى السلفيين، الى حزب النور؟ الى هذا الحد هانت عليه مصر. التعليم في اي دوله محترمه، في اي دوله فيها ذره قانون او ديمقراطيه، يحصل عليه نوع من التوافق، لان في استراتيجيه قوميه. البلد دي فيها ايه؟ فيها اغنياء وفيها فقراء، فيها مسلمين وفيها مسيحيين، فيها رجال وفيها نساء، فيها وفيها وفيها، فيها تنوع. ما اقدرش اجيب لون واحد واصبغ بيه كل هذا التنوع. يا ريتوا جايبوا بقى من الاخوان، اخدوا جد. ده راح جابوا منين؟ السلفي. يعني النيه ايه؟ نبيته. قبل ما نطلع فاصل عايز اقول لكم على النكته اللي عاملها مصطفى حسين النهارده. اتنين قاعدين ماسكين كل واحد شيشه، واحد مزاج عالي، واحد بيقول للتاني ما معكش 10 جنيه سلف؟ قال له لا والله انا معايا 10 جنيه اخوان. نطلع فاصل ونعود. المجلس العسكري تحديدا على راسهم المشير حسين طنطاوي. انا مع الثوار في الميدان، بحييهم كلهم وانا واحد منهم ومتواجد معاهم باستمرار. الميدان احنا مش هنسيبه. طبعا اول اربع ايام كان عندنا اصابات متنوعه، ما بين اصابات بغرطوش، ما بين طلق ناري، على سبيل المثال ده من احد الضحايا اللي كانوا موجودين. كل ده ما بيهمناش، لكن اهداف الثوره واصرارنا على نجاح الثوره هو ده اللي يهمنا. النهارده الشعب بيواصل من خلال الميادين كما يواصل من خلال الانتخابات. ثورة مصر عملها شعب مصر. اوعوا تضللوا الشعب. الشعب ده مش هيتضلل، الشعب ده فاق وعارف الحقيقة. اللي رددت ان هو استشهد الله يسامحها. المفروض ابن ادم لما يذيع خبر يتاكد منه. وقت جدا جدا كلنا تقريبا ما كناش بنتنفس، ودمعنا وشنا حمر، الناس اغمى عليها، وكانت حالة هستيريا فظيعة. الضرب كان صعب قوي، يعني السحل ده كان صعب قوي، عمري في حياتي ما ضربت الضرب كان صعب. انا بصراحة كان نفسي اموت بس ما عرفتش. كان لازم اقوم بالدور، والله العظيم
مش اكتر من كده، مش طالبين منهم انهم يبيعوا كلامه بس. بنطالب بحريتنا، بنطالب بحريتنا وبنطالب بطار اخواتنا. كل الشرائع بتسمح بالطار في الوالدية العايمة. انا ابني مش بتاع الكلام ده. الوش ده دم، مناخير بتنزل دم ودم ينزلها دم. جسم ابني من هنا البيجامه اللي لابسها كانت غرقانه دم. علي وعلي وعلي كمان، علي وعلي وعلي كمان. ضد الظلم والطغيان، ضد الظلم والطغيان. ولا من خايف ولا من ضاطي، ولا من خايف ولا من ضاطي. يسكت يسكت حكم العسكر، يسكت يسكت حكم العسكر. كسر شعر الاحمر. احنا كل اللي بنطلبه حقوقنا الشخصيه، حقوقنا في الدوله، حقوقنا عاوزينها في البلد ديت، لان دي بلادنا، دي بلادنا احنا اتربينا فيها ومولينا اساسنا. صريحه مين يا دانيال؟ انا صريحه. جيبوا حق لا تبقى فضيحه. علي ولا اخبر لي مكان، علي ولا اخبر لي مكان، علي ولا اخبر لي مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره جديده في برنامجكم في المدينه. حلقتنا النهارده زي ما قلنا حلقه حديثة جدا. سبب مصريين اللي اتقتلوا النهارده والمصابين اللي ما زال بعضهم في ارض الملعب وبيتحركوا بالعربيات والسعادة. غرف اللاعبين زي ما وصلنا الان ما زالت تعمل كمشارعها. أبقى غرف في المستشفيات لأنه أعداد المصابين تجاوز 1300 مصاب. حقيقة من الأشياء اللي تمت سريعاً إيقاف الدوري العام. 2 استقالة التوأم حسام حسن وهيم حسن، أعلنوا استقالتهم من ترتيب النادي المصري. 3 إقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن. بالمناسبة مدير الأمن لواء سمك كان النهاردة، وهذه ليست مصادفة، كان في أجازة مرضية نتيجة مرض مفاجئ. تخيلوا حضراتكم في يوم ماتش حيوي وشائك زي ده. الأخطر هو إنه مش بس مدير الأمن كان في أجازة مرضية أو متمرضة، ما تفرقش. جماهير المصابين توجهت إلى نادي الأهلي في الجزيرة حتى تنتظر إما جثث ذويها أو المصابين جرحى، وكادوا أن يفتكوا أعضاء النادي الأهلي. اللي خرج منهم حسن حمدي، دكتور حسن حمدي رئيس النادي في عربية عسكرية جيب وفي ظهرها عربية عربة مبرعة، أو أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هربوا كلهم بطريقة، أو في الطيارات الحربية اللي أرسلها المشير كتر خيرك إنه يجيب لعيبة النادي الأهلي ويجيب بعض القتلى وبعض المصابين حالات حرجة. طبعا اللواء دهشوري حرب اللي هو رئيس اتحاد الكرة السابق هو يمكن اللي قال الكلمة الفيصل في هذا اليوم المأساوي. قال لك يجب يسأل اللواء زاهر رئيس الاتحاد عن هذه المأساة. اتحاد الكرة هو الذي يسأل أولا، ماذا سمحت لهذه المباراة في مثل هذه الأجواء بدون تأكيد للأمن؟ حسن حمدي رئيس النادي الأهلي، لماذا سمحت لهذه المباراة وأنت تعلم بحالة الانفلات والانعدام الأمني؟ ماذا لو كان الأهلي قد قسم هذه المباراة؟ إذا كان خاسر وحصلت هذه المأساة. بعض الناس هتتهم بسرعة ده
جماهير بورسعيد، وبعضهم هيقول القلة المندسة، وبعضهم هيقول لك أنا مزلت مصر على كلمة أستاذنا العالم الجليل محمد الدين يوم أن سقطت هيبة الدولة في مصر، سقط كل شيء يتعلق بالأمن أو بالقضاء خلاص. وللأسف الشديد لم يستوعب الدرس المجلس العسكري في أحداث سور بطوح، وإنما كررها في مبابة وفي المقطم، وكررها في مسبيرو، وكررها أخيرا أول أمس في العامرية قرية النهضة اللي هجروا منها البعض. لم يستوعب درس أي مرحلة من هذه المراحل اللي اضطهد فيها الأقباط. النهاردة الوضع في مصر كله وضع مأساوي. مأساوي ليه؟ لأنه العسكر مش عايز يمشي، ومش عايز يسلم السلطة رئيس المنتخب، ومصطدم مع الثوار، ومصطدم مع الشعب مسلمين ومسيحيين. إلا الإخوان والمسلمين هو مصطدم مع اليسار ومع الليبراليين، مصطدم مع المرأة، مصطدم مع الأقباط، مصطدم مع الأمريكان النهار. ليه؟ لأنه غباء شديد تحدى كل القوانين الدولية وكل الاتفاقيات المعقودة بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل ما وقع عليه النظام المصري. هجم واستولى وحبس على أكثر من 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني. قال إن في 7 أمريكان منهم ابن وزير النقل الأمريكي، واضطرت السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون أن تتحدث مباشرة مع المشير. فهاجت عليها الصحافة الرسمية المقهورة اللي الجيش بياخد من أمريكا 1.3 مليار دولار مهمات ومعدات ولقمة عيش من قلب أمريكا. أطاول على أمريكا وشن حملة شعواء بحجة التدخل في الشؤون الداخلية المصرية. طيب والتمويل الأجنبي، ألست أنت أول من يأخذ من الأمريكان تمويلاً أجنبياً؟ ألست أنت أول من يعقد الصفقات مع الإدارة الأمريكية؟ ألست أنت الذي أرسلت اليوم في قلب الولايات المتحدة الأمريكية وفداً عسكرياً لتهدئة الخواطر مع واشنطن؟ القصة باختصار الأمريكان عايزين الجيش يسلم لحكومة مدنية. كلمة مدنية عند الأمريكان يعني غير عسكرية، عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين، كلمة مدني عند الأمريكان يعني مش لابس البزة العسكرية، البدلة العسكرية، ما يبقاش بالعسكر. لكن احنا معشر الليبراليين كلمة مدنية يعني لا هي عسكرية ولا هي دينية. مصالح الامريكان الان مع الاخوان المسلمين، فبتصر على ان العسكر خلاص انتوا دوركم انتهى، احنا داخلين على مرحلة جديدة، الخطط شرق اوسط جديد، الحروب وخلاص انتوا مش هتحاربهم، يبقى توكل على الله بقى وافتحوا الطريق لحكومه مدنيه منتخبه ايا كانت البزراميط اللي تم في الانتخابات. احنا عايزين ناس مدنيين مش عسكريين نتعامل معاهم. بداوا العسكر يرفضوا هذا لان حسوا بدنو سطوتهم، حسوا ان امتيازاتهم كلها هتنسحب من اياديهم، حسوا ان الصوت بعد 60 سنة ستنتقل إلى المدنيين وأمريكا طلبت هذا.
يبقى الحل ايه؟ الحل اعدام الامن في البلد. الحل احداث تتم في مكان في مصر، عربيه ترحيلات تتخطف وياخد منها المساجين الخطرين اهالي المساجين. التوحيد والنور في حلوان يحصل عليه خطوه مسلسل. الاهالي تقطع الطريق الدائري. بنك شهير انجليزي في القاهره الجديده يحصل عليه خطوه تتسرق منه الفلوس وما ترجعش لان العصابه تاخدها في اماكن جبليه. وغير 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 لحد الخمسه بتاعت بورسعيد. طب المقصود ايه؟ المقصود ان الناس تقول فين ايامك يا مبارك؟ لا احنا عايزين الامن، احنا مش عايزين ضمان، ولا عايزين احزاب ولا ثوار ولا ثورات. كفايانا ثوره. احنا عايزين نحس بالامن والامان. فين ايامك؟ وكان مبارك بيقول ايه؟ الاستراتيجية العريضة يا انا يا الفوضى. النهارده المشير طنطاوي بيضحك وبيقول له لا انا بقى الفوضى. انا طنطاوي هو الفوضى يا ريس. انت كنت بتقول يا انا يا الفوضى؟ لا انا بقى الفوضى. يبقى في الحالة اللي يتم ما هو ساحر. هو اللي في ايديه الفوضى وهو اللي في ايديه يوقف هذه. يوقفها ازاي؟ ببساطه ان هو واقف في الوسط عامل زي الشبكه بتاعت الكوره الطايره. لا هو قادر يحكم بقى في المئة اللي طلعوا له الاخوان في المقدر الجديد واللي كان تخطيط بيهم، ولا هو قادر يسيب الحكم الى ما لا نهايه لان هيفقد امتيازاته. هو واقف في الوسط عامل زي اللي رقصت على السلم، لا قادر يطلع ولا قادر ينزل، اللي تحت شافوها واللي فوق شافوها، يبقى خليها فوضى. طب علاج الفوضى ايه؟ ان انا امسك البلد. احنا بنقول الكلام ده علشان الحلقه اللي جاي بتاعت يوم الاربع اللي جاي هنأكد اللي احنا قلناه قبل كده باستمرار، السيناريوهات دي احنا كنا بنقول كنا بنمشي مع حضراتكم واحده واحده. طيب ايه اللي بيحصل النهارده؟ يحصل ان بكره مجلس الشعب بيوضع في اول محك واختبار حقيقي من وجهه نظري انا هيقضي عليه. ليه؟ مجلس الشعب حاجه من اتنين وهو بيناقش احداث مجزره بورسعيد او موقعه بورسعيد. مجلس الشعب أولاً انتخبوا الشعب يعني بيعبر عن الناس. يا إما إنه يوافق على قانون الطوارئ اللي العسكر عايزين القانون ده يرجع وبقوة علشان يتملكوا، يا إما إنه يرفض قانون الطوارئ هذا المجلس ويصطدم بالعسكر. يعني إيه تاني؟ يعني لو وافق مجلس الشعب بكره على الابقاء على قانون الطوارئ يبقى خسر الشعب وادى العسكر سلطه انها الطياره. طب لو رفض قانون الطوارئ وخد صف الشعب يبقى اصطدم مع العسكر وهتحصل المجزره اللي كتير واقعينها. يعني ايه؟ وضح اكتر. يعني العسكر بعد ما فجروا المنطقة بتاعة مجلس الشعب ألعب مجلس الشعب فجروه وفين يتحركوا؟ كيف سيتصرف غدا أعضاء البرلمان في مجلس الشعب؟ إذا أقروا قانون الطوارئ بالتواطؤ مع العسكر يبقى كده كل سنة وهم طيبين وبغير رجعة. وكده أقدر أقول الأحكام العضوية هتتطبق، الأحزاب هتتلغي، البرلمان هيتلغي، العسكري اللي جاي هو اللي هيبقى الرئيس، الرئيس اللي جاي هو العسكري، وكده يبقوا العسكر حسموا الموقعة حقنا للدماء. يعني العسكر هيرجع
دعوا اقوى من الهوى. طب ايه دليلي هم لو رجعوا الفوضى تنتهي؟ هقول لك يومين الانتخابات. يومين الانتخابات دي يومين يومين اللي بياكل فلوس المرتزقه علشان يقتل ويفتح سنجه ويثبت الطريق واللي رايح واللي جاي. لم يحدث حادث سطو واحد اثناء الانتخابات. حصل تزوير؟ حصل تزوير. حصل صناديق اتقلبت وصناديق؟ ايوه حصل، لكن ما فيش مواطن اتضرب، ما فيش حد فتحت عليهم. الشوارع كلها في حاله امان لدرجه المصريين اللي قاعدين كانوا بيقولوا نفسنا بنفضل في انتخابات على طول، لان لاول مره المصريين يشعروا بالامن والامان. لم يحدث حادث طائفي واحد، لم يحدث تعدي على كنيسه واحده، لم يحدث رفع شعار ضد الاقباط اثناء، كان يقولوا اسلاميه، كان يقولوا ده شرع الله، كان، لكن اي شيء كان يتم ضد الاقباط ما كانش بيتم. ما حصل امتى؟ فوره تشكيل مجلس الشعب. رجعت بقى السطو المسلح، ورجع بقى خطف، ورجع سلب، ورجع تعدي على اقباط في نجا حماد، اتنين يقتلوهم اخوات، وعين الطاعه العمريه هجروا الاهالي بتوع قريه النهضه شربات ايه؟ النهارده بورسعيد، وامبارح كانت الموقعه بتاعت مجلس الشعب، قبل كده كان مسبير، وقبل كده سلطوا عليهم اهل ولاء. اذا في مخطط، لكن تملي المخطط انه غبي، يا اما بيتنفذ قبل ميعاده يا اما بيتنفذ على نتيجه غلط. يعني ايه؟ يعني في حاله، لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا على مخطط التوريث هيتم ازاي، كان عهد مبارك اذا مات فجاه حسني مبارك، كان مرتب صف الشريف وحكي عدي وزكريا عزم وجمال مبارك مع سوزان مبارك ازاي هيوصلوا للسلطه دلوقتي. هو تطبيق سيناريو الفوضى، معتقلات تتفتح، اقسام شرطه تتحرق، سطو على العمارات والفلل والمحلات، تضييع للمواطنين لمده 3-4 ايام، الناس تصرف فلوس، يوم يطلع الولد الهمام الجوكر بتاع الكوتشينا جمال ويلم كل الجماعه دول يحقق الاستكاب الامن، فالناس تكتف بيه. هذا المخطط الغد جمال ما نفذهوش، ولا العدل ولا الشريف، ده الجيش اللي نفذه في حقهم هم، يعني خد المخطط ونفذه، نزل الجيش، الجيش والشعب واحده، والناس تمسك 160,000 اللي كانوا بياخدوا مرتبات دول، النظام لازم على العدل، ويدوهم لبتوع الجيش، ويتصور الجيش هو اللي قبض على الناس. يا ده الجيش ده عظيم، الجيش والشعب واحده. وبهذه الحيلة القذرة رجال مبارك تمكنوا من البلد بمساعدة الاخوان اللي رفضوا ينزلوا في الثورة. النهارده يتكرر نفس المخطط الغبي، ان الخطه كانت ان الاهلي حكم ان كعبه عالي وهو عنده الفريق كله نجوم هو اللي هيكسب الماتش، فبالتالي يبقى الطبيعي ان جماهير بورسعيد السائره والغاضبه تحرق وتولع، وان جماهير الاهلي لما ترفع لهم شعارات مستفزه فيبقى طبيعي ان جماهير بورسعيد تستفزه. لكن لما يحصل العكس، ان المصري البورسعيدي هو اللي يكسب 3-1، يبقى الطبيعي ان الجماهير بترقص وتضغط وتطلق النيران وتهلل. جماهير الاهلي الكثيره هي اللي تبقى ماشيه من رقبتها ومروحة وهي الحزن وكلها. لكن اللي يحصل ان المنتصر والفائز 3-1 هو اللي يهدم
الجمهور الضعيف عددا والمهزوم ولنفسيته متدمره، يبقى المخطط غبي. المخطط اللي اتقسم فضح خطتيه مش العكس. كلام كتير لكن ما ننساش تليفوناتنا موجوده على الشاشه، احنا في انتظارات ايميلاتكم، لان انا جالي ايميل هنقراه ان شاء الله بعد الفاصل، ومنزل الكره واللي حصل الصديق محمد بدري لسه بعته لنا الفاصل ونعم. خدمة التركيبات للأدوية، معدات طبية، خدمات توصيل للمنازل، استشارات مجانية، نقبل التأمينات الصحية، ميديكال، ميديكير بارت دي، ميجر كريديت كاردز اكسبتد. يسر كوبتكسات تي في أن تعلن عن افتتاح مكتبها الجديد باسم المركز القبطي للخدمات الاجتماعية، كوبتك سوشيال سيرفيس سنتر. بنقدم لهم كل الخدمات، لقينا كتير من الأسئلة محتاجة إجابة كتير ومجهود كبير. سيقوم هذا المكتب باستقبال جميع الراغبين في الحصول على الخدمات التي توفرها لهم الحكومة. فأحسن حاجة إن احنا فكرنا فيها إن احنا نعمل لكم مكتب مخصوص. اتصلوا بينا على الأرقام الموجودة عندكم على الشاشة. سعيد بلقياكم وسعيد بالتحدث معكم وسأراكم قريبا إن شاء الله. Accounting and financial service, income tax preparation for individuals, presentation, corporation, payroll services, audit representation, sale tax preparation, form corporation. Telephone number 714-843-0266. وسهلا بحضراتكم مرة ثانية في برنامجكم مهمة. حقيقة صديق أستاذ محمد البدري المفكر الليبرالي قاعد شيء
أشبه بالكوميديا السوداء. بيقول الديمقراطية نقمة أم نعمة؟ خدوا بالكم بقى من العبارة اللي جاية، بيقول حسب نوع شعب. يعني الديمقراطية قد تكون نقمة لشعب معين وقد تكون نعمة لشعب آخر. بعد فكاهة مكتوبة يتم تداولها الآن عبر شبكات التواصل على الإنترنت، بيقول لجماعة الإخوان المسلمين السلفية في مصر قررت تأسيس فريق لكرة القدم لا يحدث جمهوره أي نوع من الصدام مع الجمهور الآخر. أهم القرارات في هذه الجمعية التأسيسية الآتي: واحد، عدم انفراد اللاعب بالمرمى إلا بوجود محرم. اثنين، اللاعب الذي يحصل على طرد كفرته كفالة اليتيم. يمنع حساب الهدف خارج الأرض هدفين. لماذا؟ لأن هذا يعتبر ربا. أربعة، الخروج على الحكم جائز شرعا إذا لم يحكم بما أنزل الله. الشرط يجب أن يكون شرعيا تحت الركن. إلزام جميع اللاعبين بأداء سجدة شكر لله بعد كل هجمة أو غزوة حتى لو لم يحرز هدفا. استبدال صفارة الحكم بالدف. لماذا؟ لأن الصفارة من المعازف المحرمة شرعا. عدم استقدام حكام أجانب لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. صدقوني هذا الكلام اللي بدأ يتداول كنوع من الفكاهة أو الكوميديا السوداء عبر شبكات التواصل ليس أكثر فكاهة مما يحدث داخل البرلمان ومجلس الشعب من الإخوان والسلفيين. حضراتكم تابعتم أحد النواب المحترمين قام وقف يصرخ عايز يخرج بره الجلسة والجلسة شغالة. ليه؟ لأن البنطلون بتاع سيادته سيادة النائب نتش مسمار في الكرسي اللي قاعد عليه، فبيطلب إنه يروح للرفة ويجي بسرعة قبل الجلسة ما تخلص. صدقوني هذا الموقف نشر في كل وسائل الإعلام. نائب محترم يطلب يخرج علشان مسمار نتشته البنطلون فعايز يوصل للرفة ويرجع. احنا داخلين على مهازل، احنا داخلين على مآسي. النائب ده اللي رايح للرفة دكتور الكتاتني بصله كده ضحك وقال له اقعد يا فلان اقعد يا فلان، لكن الطلب الحقيقي اللي قدمه الدكتور عماد جاد بتقص فيه وتطبق وتحط في جيبه. عمره يا دكتور عماد ما هيجيب لك وزير الدفاع علشان خاطر تستجوبه داخل قبة البرلمان. ايه؟ لانه مش بس الملعوم انكشف اللي بين العسكر والاخوان، لا ده كمان النهارده فيما هو اخطر ان المرشد العام، فضيلة المرشد العام دكتور محمد بديع بيقول تسليم المجلس العسكري للسلطة في هذه الأوقات جريمة. يا سلام، انت ماشي ضد القوى الوطنية، انت ماشي ضد الثورة والثوار. كل الناس تقول الفترة الانتقالية اللي شافته مصر فيها ما شافتهوش على مدى 200 سنة منذ تأسيس الدولة الحديثة في عهد محمد علي، من خراب، من فوضى، من فتنة، من انعدام أمن،
من طائفية، من حدود مخترقة من كل الاتجاهات، من قلق على مصير هذا البلد، من نزوح وهجرة جماعية من مصر، من هروب للأموال سواء الأجنبية أو الوطنية، وإنت عايز المجلس يفضل قاعد ليه؟ هل أنت مصري؟ هذا هو السؤال. هل أنت اللي حزبك انتخب المصريين أصبح حزب الأغلبية في مجلس الشعب؟ ده سؤال. أنا أقول لك أنت مش عايز المجلس يمشي ليه؟ لأن المركب كلها خروم، ولأن فضيلة المرشد السابق قال لك وانت اعترضت عليه، مرشد طص، فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين مهدي عاكف قالها قبل، قال لك ليس من مصلحة الإخوان أن يمسكوا الحكم الآن لأن مصر في أسوأ مراحلها وفتراتها الاقتصادية، وإن الإخوان حيبقوا في مرمى الهدف لنقامات المصريين، ولو انتوا عايزين تحافظوا على مكتسبات 80 سنة، المرشد العام السابق مهدي عاكف اللي بيقول اوعوا تمسكوا الحكم الآن، واذا مسكتوه امسكوه بالتوافق مع كل القوى الوطنية، ما تنفردوش بيه، علشان القوى الوطنية ما تصبحش في موقف المعارضة مع الشعب ضدكم. بعد المجازر اللي حصلت والمآسي اللي حصلت، بدأ المرشد العام يراجع نفسه. المرشد العام اللي اتفق مع عمر سليمان ثم اتفق مع المشير طنطاوي ضد الشعب المصري وضد ثورة 25 يناير، النهاردة أخايف من شيء تاني خالص، مش بس البلد، كلهم بيقولوا طز في مصر بيحصل. احنا المهم الكرسي، وطالما وصلنا للكرسي مش مهم اي حاجه تانية، تخرب ما تعمل، لكن هم خايفين من انقلاب العسكر عليهم نتيجه ضغوط الامريكان. الامريكان عايزين الاخوان، لكن الاخوان مش اغبياء، الاخوان فاهمين كويس قوي إن لو حصل صدام بينهم وبين العسكر يبقى مأساة يوليو عبد الناصر هتتكرر من جديد. إخوان قالوا إحنا حفظنا على عدم الصدام مع الثوار، لكن دفعنا دفعا للصدام مع الثوار أمام مجلس الشعب. الإخوان اللي بيلعبوا بالبيضة والحجر، الإخوان اللي بيستخدموا التقية أو التقية في مواقفهم السياسية الانتهازية، بعد ما قالوا يسقط يسقط حكم العسكر، النهاردة الدكتور محمد بديع بعد أحداث بورسعيد بيقول مش من مصلحة مصر إن المجلس العسكري يسيب البلد. ليه؟ أولاً حتى يتقي شر العسكر اللي ضغطين عليه الأمريكان، ثانياً لأنه يعلم تمام العلم النقمة الآن اللي موجودة في الشارع المصري ضد العسكر في حالة من النقمة وفي شعور بالانتقام وفي احتقان قابل للانفجار في وجه العسكر اليوم، فيبقى أسيبهم لما الشعب يصطدم بيهم بدل ما يصطدم بي أنا كإخوان. حاجة التالتة اللي في هذه المعادلة الصعبة الآن، إن جماعة الإخوان المسلمين مش قادرة تعمل أي شيء بالنسبة للشعب. ليه مش قادرة تعمل؟ لأن مواقفها اللي انكشفت بالتواطؤ مع العسكر وفي ضربها للثوار أصبحت هي والعسكر في سلة واحدة بالنسبة للشعب. الحل إيه؟ الحل إيه؟ مسألة ساعات ستتحول مصر إلى وضع من اتنين، وهذا الكلام ليس كلامي، هذا الكلام كلام المحللين
السياسيين اللي قاعدين يرصدوا في العالم وداخل مصر والشرق الأوسط. واحد ان المجلس العسكري اللي اصطدم مع الامريكان يكمل الطريق حتى النهاية ويعلن احكام العرض. وفي هذه الحالة يبقى هيحصل ما لا يحمد الاخوان عقبا او ما لا يتمناه الاخوان. بالمناسبة ليلة 18 يوم في ميدان التحرير احد الاصدقاء اصر لي فوق منصة ميدان التحرير 18 يوم في قلب الميدان، قال لي نخشى ان يعلن الجيش، كان وقتها بيتقال كده الجيش والشعب ايد واحدة، ما كانش بيتقال المجلس العسكري الحاكم ابدا، كان بيتقال كلمة الجيش، نخشى ان يعلن الجيش الاحكام العرفية. هذا هو الشيء الوحيد الذي نخشاه. لماذا؟ لأن سيناريو 23 يوليو الجيش درسه أحسن مننا. طيب أدي أول تفسير. التفسير الثاني أنه يسمح الأمريكان مع كل ضغوط الجيش أن يأتي حاكما عسكريا ويوقع عليه الإخوان. طيب هم خدوا البرلمان وإن الرئيس اللي جاي يكون رجل عسكري، بس كل ما هنالك هيقلع البدلة العسكرية ويلبس البدلة الإيه؟ المدنية. طب وهو تغيير أشكال؟ لا مش تغيير أشكال، إن هناك توافقات بتتم الآن. مين اللي معاه السلاح؟ إيش؟ مين اللي بيفرض كلمته النهاردة؟ إيش؟ الجيش ما يسيبش بسهولة هذا العتاد وهذه السلطة وهذا الزخم ويقول لك اتفضل. وبالتالي احنا قدام موقف صعب هيبان في ظرف ساعات. الموقف صعب موقعة بورسعيد اشبه موقعة الجمل 2011. اما ان نصل الى 11 فبراير جديد يوم تنحي مبارك، وإما أن نصل إلى 11 فبراير أجد منه وأحدث منه ومختلف عنه ومش عارفين إيه اللي ممكن يحصل فيه. من هنا لحد هذه الساعات القليلة أترككم برعاية الله ونلتقي يوم الأربعاء القادم في برنامج المليان.